اهلا بيكم في تحت مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض سناكس بطعم الجبنه. اي طبعا شفت اللي بالبصل والروزماري في الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده بقى اللي بالجبنه، طعمه خطير جدا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من السمنه، ممكن زبده. هنا معايا جبنه قديمه، انت ممكن تحطي جبنه شيدر، جبنه رومي، اي نوع جبنه انت عايزاها. وطبعا كميه الجبنه انت اللي معاكي لحد كوبايه جبنه. معايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص كوبايه ميه ساقعه. هنزل بقى بكل المكونات مع بعض. هفرم الجبنه بتاعتي فرم ناعم وادخلها في الخليط بتاعي لحد كده ما السمنه بتاعتي تختفي وسط الدقيق هي والجبنه. وهزود بقى المية شوية بشوية لحد ما العجينة بتاعتي تلم. هي خدت معايا نص كوباية مية. عجينة بسيطة سهلة، مكوناتها في كل بيت. بلمها كده واسيبها تريح 10 دقايق. هنا بقى بدي رشة من الدقيق واخد العجينة بتاعتي افردها لحد ما يبقى سمكها رفيع جدا. زي ما تدي معاكي في الفرد افردي. اي قطاعة، سكينة ما عندكيش برضو، ده ابسط حاجة لتاخدي شكل منها بسهولة. هعمل كده بالطول كده شرايط بس تكون عريضة. طبعا ابني عايز يساعد فهديله الحتة دي ويعملها الشكل اللي هو عايزه. وهعمل مربعات برضو عريضة شوية زي ما انت شايفة. وبالستيكس كده هديها خروم من النص عشان كمان ما تتنفخش. وبتديها شكل حلو زي الجاهز اللي بنشتريه. اللي بلاقيها رفيعة وبشيلها عشان ما تتحرقش، اللي رفيعة زيادة عن اللزوم او اللي قطعتها صغيرة قوي برضو بشيلها والمهم في الاخر واعملهم. بدخلهم الفرن على درجة حرارة 170-180، تستوي من تحت تولع الشواية من فوق وشوفوا القطمة التحفة دي مع احلى كوباية شاي فطار او عشاء. ينفع جدا جدا وتسالي قدام حاجتك المفضلة. ان شاء الله تجربوهم وتقولي رأيكم في التعليقات. باي. وطبعا ده اللي بالبصل والروزميري اللي عملناه في الفيديو اللي فات.